السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ديلاو جيمر. الصراع ما بين الأساسان والتمبلر يصل إلى الهند بالجزء الثاني من ثلاثية ألعاب أساسان كريد كرونيكلز، والتي تقدم معها لعبة مغامرات وأكشن بتصوير جانبي على عكس السلسلة الرئيسية ثلاثية الأبعاد، لتكون التجربة مختلفة هنا بأسلوب لعب يعتمد كثيرا على التخفي والتسلل بدلا من المواجهة المباشرة التي لا تحبها هذه اللعبة كثيرا. بتقديرك بالنقاط مع نهاية كل مرحلة، حيث تشجعك دائما على إنجاز المهمات في ظل بعيد عن أعين الحراس ومواجهته. قصة اللعبة محدودة جدا، تحكي لنا عن شخصية أرباز وبحثه عن جوهرة كوهينور، والتي تخص منظمة أساسان براذر هود، والتي باتت بحوزة منظمة التامبلر، ومن هنا باستكشاف القصور الهندية بمنطقة أميرتسار. وعليك بنفس الوقت حماية مدربك حميد وكذلك عشيقتك الأميرة بياراكور. ونذكر أن سرد القصة بهذه اللعبة محدود جدا، ويأتينا عبر صور ثابتة فقط وبتركيز قليل جدا على الأحداث بهذه اللعبة. وفي حال تم العثور عليك من قبل الحراس، عليك بالاختباء لثوان معدودة حتى ينسوا أمرك. هنا نأتي حقيقة لعيوب هذه اللعبة، حيث لا يملك الحراس الكثير من الذكاء الاصطناعي ولا يقدمون الكثير من التحدي. أيضا أسلوب اللعبة سيصيبك بالملل سريعا في هذه اللعبة، فمع تجاوزك للمرحلة الأولى التي فيها التعليمية، فثق تماما بأن ما تبقى من اللعبة سيسير بنفس الرتب البطيء، غالبا مع محدودية الموسيقى والعالم الميت، فهذه الأمور تجعل اللعبة مكرهة سريعا. حقيقة يجب أن تكون مهووسا بسلسلة ألعاب أساسان كريد لتعجبك اللعبة، فالمغامرة ليست مسلية كثيرا ولا تقدم معها قصة تستحق المتابعة، وقد يكون من الأفضل توفير وقتك لشيء آخر. كان معكم ديلاو جيمر، شكرا على المتابعة.